ومتابعينا نور بي صباحنا لليوم، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة مع ضيفتنا بحلقتنا لليوم. موضوعنا اليوم رح نتعرف أكثر شو هو تعريف الغائب ومن هو المفقود، وهل يوجد اختلاف بينهم وفقا للقانون السوري، وما هي الأحكام يلي بتسري على المفقود وكيف تتم. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع ونتعرف على تفاصيل بالقانون السوري مع المحامية رنا القصص. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. بالبداية قبل ما نغوص بتفاصيل القانون، خلينا نعرف لكل المشاهدين شو معنات الغائب والمفقود والفرق بينهما. تمام. هلا الغائب هو الشخص الذي غاب عن موطنه او سواء عرف مكانه او لم يعرف مكانه الا انه على قيد الحياه. تمام. يعني فيني اني اوضح لك اكثر. يعني الغائب هو شخص منعته ظروف قاهره من الرجوع الى مقامه واداره شؤونه بنفسه او توكيل عنه. يعني هو هذا الشخص غاب لمده سنه، فهذا الغياب اثر عليه وتعطلت مصالحه ومصالح غيره. هذا بالنسبه للغائب. بالنسبه للمفقود، هو الشخص الذي لا يعرف فيما اذا كان حيا او ميتا. حتى لو كانت حياته محققه، يعني حتى لو كان انه عرف انه هذا الشخص حي الا انه لا يعرف مكانه. فهون كأنه توضح لنا أكثر يعني إنه شو بين المفقود والغائب. الغائب سواء عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، الشيء الوحيد اللي بنعرفه إنه هو على قيد الحياة. الغائب إنه على قيد الحياة سواء عرف مكانه أو ما عرفنا مكانه. أما المفقود لا يعرف فيما إذا كان حيا أو ميتا. تمام. خلينا نحكي يعني المفقود اذا عرف او ايمتى بيطلع في الحكم انه هو خلص هو ميت غير موجود بالحياه، واذا مثلا بعد السنوات المحدده من القانون السوري رجع ظهر المفقود، شو هي الاجراءات اللي لازم تتخذ؟ تمام. هلا اول شيء انه اذا رجع المفقود، لا نحن ايمتى بنصدر حكم؟ امتى بيعتبر انه متوفي؟ خلص امتى يعتبر متوفي بحكم القانون؟ تمام. تمام. بعد كم سنه؟ تماما. هلا بالنسبه للمفقود او بالنسبه للمفقود، انه بالاحوال العاديه مجرد انه اتم سن ال 80 من عمره يعتبر متوفي بحكم القانون. تمام. يعتبر متوفي بحكم القانون. بالاحوال الحاله الثانيه، بحاله العمليات الحربيه والهلاك والحرب يعني اللي صارت ببلدنا، انه بيعتبر الشخص المفقود اذا مضى عليه 4 سنوات من تاريخ الفقدان فيعتبر متوفي بحكم القانون. يعني فهون لاحظنا هي نقطه مهمه، لانه نحن تمام كثير مهمه لانه نحن بحاله الحرب كان في كثير من الناس حالات مفقوده تماماً. جدا وعادت يعني كان سوري عليها انه هي متوفاه ورجعت. بس تمام. هون اذا قبل ما يعني قلنا 4 سنوات مرت على الشخص انه مفقود وقلنا توفى حسب تمام متوفي، اذا رجع لانه في حالات صارت تمام. يعني بعد 6 سنوات عاد لانه كان مخطوف او تمام. اي حاله كانت هون كيف بيتم بكل التعامل معه؟ انه ممكن اقول لك انه بالنسبه للفقدان، انه قبل ما انه يصدر حكم انه بينتهي موضوع فقدانه يا برجوعه او بموته. هي من ناحيه الانتهاء. هلا اذا رجع، هلا هون بدنا نفرق بين حالتين. هلا اذا رجع هذا المفقود من ناحيه نحكي عن الزواج، يعني اذا رجع ولقى زوجته متزوجه فاذا كانت هي الزوجه متزوجه وكان في دخول، فتعتبر هي الزوجه زوجه للشخص الثاني، زوجه للثاني. اما اذا رجع ولقاها متزوجه من دون دخول، فهون بيعتبر العقد مفسوخ. تمام. وبتكون الزوجه للزوج الاول، يعني للزوج المفقود. هي من ناحيه الزواج. هلا ممكن انه اقول لك من ناحيه الاثار الماليه الماديه، التصرف بممتلكاته او ما هذا الشخص انحكم عليه انه هو متوفي، يعني شخص بعد ما مر 4 سنوات اعتبرنا انه متوفي بحكم القانون. تمام. فهون ممكن انه يكون له حص ورثه ما شابه ذلك. تمام. فطبعا وقت صدر هذا الحكم، هي الورثه راحت للورثه. فهون وقت بيرجع المفقود بحق له انه يسترد كل الاموال اللي بين ايادي الورثه كاملة بين ايادي الورثه، الا بحاله استثناء.
يعني انه اذا كان بيت موجود لساته هو بالاصل له ايه بيرجع له، اذا كان في سياره لساته موجوده لو كانت بيد الورثه بيرجع له، اما اذا ما تم استهلاكه وما تم انفاقه طبعا هون ما بيضمن رجوعه. ليه؟ لانه وقت حصلوا هدول الورثه عليه حصلوا مو انه عن طريق الاختلاس، حصلوا انه لانه اعتبروه انه متوفي بحكم القانون وعطوه يعني واخذوا هدول الاموال، فما بتترتب عليهم اي مسؤوليه لانه هي كانت بحكم القانون انه ما بيتم استرجاع بما يقدر بقيمته. يعني ما بيستر... لا لا ما بيضمنوا لا لانه تم انفاقه، لان انت وقت حصلتي عليه حصلتي عليه بحكم قانوني، يعني انه ما بيترتب عليهم اي مسؤوليه، مو هن اختلسوهم يعني اخذوهم بقرار قانوني وتصرفوا فيه بقرار قانوني، ما لهم عارفين انه ممكن انه يرجع هذا الموضوع. نعم استاذ ريانا خلينا بس نوضح فكره، في كثير يعني هيك الله يحمي جميع الناس، ولكن في ظروف صعبه كثير مرقت علينا تسببت باذيه نفسيه واذيه جسديه للمفقودين يعني بسنوات طويله. تمام. طيب نحن من بعد ما تم اثبات انه هيدا المفقود هو على قيد الحياه وعاد الى اسرته، حكينا عن الوضع الاجتماعي من الناحيه الزوجيه وحكينا عن الوضع المادي والممتلكات، ولكن خلينا نحكي عن الوضع الصحي والوضع النفسي. في كثير من الاشخاص عادوا الى عائلاتهم هن يمكن عندهم اضطرابات نفسيه كثير قويه كثيره، ممكن يكون عندهم تشوهات جسديه. خلينا نحكي يعني هون نحن كيف بناخذ بعين الاعتبار، هل بيسترجع او بيورات اذا كان عنده نقص بالشيء النفسي يعني نتيجه اثار الحرب او الخطف اللي تعرض له؟ هلا هو للاسف يعني انه مو بس هو اللي بيتاثر، يعني حتى كمان ممكن انه الزوجه تتاثر، يعني الزوجه كمان ممكن اني اقول لك وقت عم تلاقي انه زوجها غاب عنا لمده سنه تمام، وانه عم يتسبب هذا الشيء ضرر لها، فممكن انه تطلب من القاضي تطلب التفريق لعلة الغياب، يعني هي تاثرت من هذا الضرر علما حتى لو كان هون مال، حتى لو كان مال عم تنفق منه، بس انه تضررت من هذا الغياب وطلبت الطلاق، ما بالك انه شخص كان مفقود، ممكن انه مفقود او انه اعتبرناه انه متوفي، مر عليه 4 سنوات وعاد زوجته ممكن انه تكون متزوجه، امواله ممكن انه يكون حصل عليها الورثه، ممكن انه تصرفوا فيها، ممكن انه استهلكوها، فحيكون انه التاثير اكيد نفسي كبير بالنسبه له، يقدر انه يرد يستجمع افكاره، يستجمع عواطفه، يستجمع الظروف اللي صارت معه، طبعا حتكون حالته النفسيه كثير كبيره، ممكن انه يحتاج حتى انه طبيب نفسي، يحتاج مراجعه، يحتاج اهتمام من الاسره بكل المحيط تمام، يعني وان شاء الله بتكون يعني الامور يعني هي بترجع بقى على حسب نفسيه الشخص والمحيط يعني القانون بيكون مع مين؟ مع الزوجه او مع اهل البيت ولا مع المفقود؟ هلا هون على حسب، يعني هلا مثل ما عم اقول لك يعني انه زوجي وقت عم تتضرر من هذا الغياب عم يحطوا لها احكام، عم يحطوا لها احكام، وهي تعتبر انه هي احكام خاصه بالنسبه للمفقود وللغائب، يعني حددوا لها احكام خاصه ومقرره من قبل القوانين، اذا لم توجد هذه الاحكام انتقلنا نحن للشريعه الاسلاميه، انه حددوا انه يا زوجي انه انت هي الاحكام، انه انت انزعجتي من موضوع انه غاب لمده سنه، فانت بحق لك انك ترفعي تفريق لعلة الغياب، اما اذا انه مثلا انه هذا الغياب ما اثر عليها ممكن انه تضل هي زوجته وتضل الوضع يعني على 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 حاله، يعني انه هو لا انه القانون حط احكام بالنسبه لهي الزوجه، يعني عده خيارات مفتوحه. اكيد نتمنى كل مفقود وغائب يرجع لاهله، بس خلينا نحكي عن الشق المهني، يعني اي مفقود مثلا قلنا غاب ورجع وهو كان بيشتغل، هون كيف تكون تم التعامل معه؟ فيه يعود خصوصا بالدولة، يعني لما نقول هيدا الشخص اللي يمكن رجع بعد 4 سنوات 3 سنوات، احنا عم نقول حتى ممكن 5 سنوات، كيف بيتم التعاون للعودة إلى وظيفته؟ لأنه هذا كمان شق كتير مهم، يعني في ناس بتقولك أنا راجعة ما بدي أخسر وظيفتي، بدي ترجع للحياة تندمج ترجع تألف أسرة من أول وجديد. هلا هون بس بدنا ننظر انه هذا المفقود يعني بالنسبه لانه وقت بده يرجع، يعني هون بدنا ننظر انه في اشياء ممكن اثناء فقدانه تنعمل، يعني
ممكن انه هذا الشخص قبل ما ينفقد يكون عامل مثلا وكالة عامة لشخص ما فانفقد. فهون ممكن انه في عنده امور مستعجلة لازم انه تصير، فممكن انه يجي شخص ياخذ وكالة قضائية لتصرف هذا الموضوع. تمام، يعني نحن بدنا بس اي شخص مثلا موظف بالدولة انفقد ورجع ما بيرجع بياخذ بيسترجع وظيفته؟ إذا شخص وكان موجود بالدولة لازم أنه ينظر لوضعه، يعني أنه شو سبب الفقدان، هل كان أنه مسجون، هل كان بمكان، يعني شو هو سبب الفقدان، يعني هي تعتبر تسوية بتترتب من خلال الوظيفة. تمام، مو تترتب من ناحية الوظيفة، يعني مو من حالة تقديرية، هي من تترتب على حسب الوظيفة، لأنه هيدا يعتبر أنه ممكن أنه هو مستقيل، يعني انه بمثابه المستقيل لانه هو صار له غايب 4 سنوات. فممكن انه يرجع ممكن ما يرجع، يعني بدهم يشوفوا شو الاسباب. الاسباب هل هو انه مثلا وقت كان مثلا مفقود، انه اذا كان مجنون هل هو انه مثلا فعلا مجنون لسبب ما او لا ما له مجنون لسبب ما او مخطوف، إيه بدهم يشوفوا السبب. يعني على حسب هذا السبب، يعني انا مو معقول اني رجع واحد مثلا ممكن انه تبين انه هو مثلا مجرم او انه تبين انه صحيح. هو عم يرتكب مثلا اعمال معينه رجعوا للوظيفه، فلازم انه من خلال البيان اللي ممكن انه يقدمه هذا الشخص بيتبين هاي النقطه. نعم استاذ رنا، خلينا كمان نضوي على نقطه، في كثير من الاشخاص هن غادروا البلد هن وعائلاتهم، ما ضل عندهم اي حدا بالبلد، وممكن منهم رزق بأطفال وقرر العودة إلى الوطن. هون الأطفال هن مسجلين بالخارج غير مسجلين بالداخل، وفي ورثة بالنص، هل يعتبر مفقود والورثة بتروح خلص ممكن للمزاد، ممكن لحدا من القريب البعيد، أو يؤخذ بعين الاعتبار أنه لا هو موجود؟ وشو هي الثبوتيات يلي ممكن يقدمها كأب كأطفال جدد خلقوا خارج الوطن ولكن لم يتسجلوا بالوطن؟ تمام، هلا هون نحن ما عم نحكي عن المفقود، هون لكن عم نحكي عن الغائب، الغائب اللي قلت لك انه ممكن انه يكون بوطن معين سواء عرف مكانه او لم يعرف مكانه، بس انه الشيء الاكيد انه هو على قيد الحياه. طب اذا كل عائلته برا مين بده يقرر اذا مفقود ولا غائب؟ اذا كل عائلته برا يعني ما بيعرفوا مكانه؟ ممكن يعني سوريا إذا ما في حدا بيعرف اذا هو غائب ولا مفقود. هلا نحن بيهمنا عائلته، يعني مثلا هلا هو مثلا وقت بده يعني هل زوجته موجوده مثلا او اذا زوجته معه، اذا زوجته معه فهو هون ينعرف مكانه. تمام، وقت بده يصير في اولاد وبده يثبت نسب هاي الاولاد على حسب الدوله اللي موجود فيها، يعني اذا كان باي دوله عربيه او دوله اجنبيه بيقدر انه يثبت هاي الاولاد من خلال وثيقة الولادة. تمام، من خلال وثيقة الولادة بعد ما انه بتتصدق من كل السفارات المطلوبة والبلد اللي بيكون موجودة، ممكن انه يرسل شهادة هاي الولادة وتتثبت هون بشكل تلقائي، لانه هون نحن عم نقول لك غائب، يعني غائب هو على قيد الحياة، يعني هون ما اعتبرنا متوفي، نحن ما عم نقول مفقود انه بحكم المتوفي، وعلى فكرة حتى لو كان هو مفقود وبحكم المتوفي، تمام، حتى لو كان هو مفقود وبحكم المتوفي اذا كان في هون اطفال في مين ينوب عنهم، يعني في شيء اسمه وكاله غائب، يعني هي وكاله الغائب ممكن اذا ما كان حدا موجود ممكن الاصول او الفروع، يعني ممكن انه اذا امه موجوده ابوه موجود اخوه اخته عمه ممكن انه ينوب عن هذا الشخص ويقوم بتثبيت هالاولاد، يعني ممكن انه يقدم طلب انه فلان غائب او فلان انه مفقود يعني فلان من الناس ونحن بحاجة مثلا لتثبيت أولاد أو بتثبيت نسب الأولاد المسكونين كذا كذا، فطبعا القاضي الشرعي بعد ما بيتأكد أنه فعلا هذا غايب أو أنه فعلا هذا مفقود بيعطيه هاي الأحقية لأنه يثبت نسب الأولاد، أكيد ما الأمر ما بينترك هيك، يعني في حالات كتير كمان ممكن قلك ممكن أنه الشخص غائب تمام وبده يتزوج وزوجته موجودة هون. تمام، يعني هو انا قلت لك انه الغائب ما له قدران انه يدير شؤونه وما عنده وكيل، ما عنده وكيل ممكن انه مثلا بدوله اجنبيه ممكن انه تكون سفاره بعيده عنه ما يقدر انه يعمل وكاله، فممكن تجي امه او ابوه او اخوه او اخته
وكالة غائب. هي تسمى وكالة قضائية غائب، يعني الشخص اللي بياخذ هو يسمى النائب الشرعي. النائب الشرعي اللي 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 بيدير اموال وشؤون هذا الشخص، اذا كان في اموال وبيحافظ عنها بس بدون انه يستثمرها، ما بيحق له انه يستثمرها، او انه مثلا مشان ينفق على الزوجه، او انه مشان يثبت نسب مثل ما حضرتك ذكرتي، او ممكن انه يكون عنده بضاعه مائله للتلف انه لازم انه بالضروره القصوى لازم انه يعمل وكاله. يعني حتى الشخص هون بدنا نميز بين نقطتين، اذا كان غائب حياته موجوده، فما في شيء بيمنع انه نحن ما في شيء يمنع، لانه هو ما له متوفي لحد هاللحظه، فهو موجود لسه على السجلات، فبيحق لنا انه نثبت نسبه. اما المفقود وقت بنعتبره انه متوفي وبيتوفى، كمان ما في شيء بيمنع انه نثبت النسب، ما زال تثبيت يعني ما زال الزواج صحيح، ما زال يعني اذا الزواج صحيح ما في شيء بيمنع. طيب استاذه رنا، خلينا نحكي عن الوكاله القضائيه، يعني بنسمع عن الوكاله القضائيه للغائب او المفقود، شو هي الوكاله القضائيه وشو الفرق كمان بيناتهم بين فينا نقول الغائب والمفقود؟ تماما. هلا مثل ما ذكرت لك، هلا مثل ما ذكرت لك انه كان في اشياء مثلا ضروريه ومهمه بحاجه، يعني بما انه هذا الشخص الغائب او المفقود، يعني الغائب وكاله قضائيه هو بيوكله، الغائب ممكن انه يكون عنده، ممكن انه قبل ما يغيب يعمل وكاله، وممكن انه لا اضطر، لا ما شرط، لا هلا هي الوكاله بتنعمل للغائب بتنعمل للمفقود. صحيح تمام، بس في مده زمنيه، المفقود بعد 4 سنين مستحيل بقى حدا يعمل وكاله، لا هون لانه ما عاد صار غائب، هذا صار متوفي بحكم القانون. تمام، هذا صار متوفي بحكم القانون. هلا في امر معين مثلا مثل الغائب، مثل ما قلت لك انه هو موجود برات البلد وما بيقدر انه يعمل وكاله، وقت طلع برات البلد بس معروف مكانه، وطلع برات البلد ما قدر يعمل وكاله وبده يتزوج وما بيقدر مثلا، ممكن انه يعمل وكاله بالبلد اللي هو موجود فيها، ممكن تكون سفاره بعيده، ممكن انه يكون اي شيء، فهون ممكن امه او ابوه او اخوه او يعني الاصول او الفروع يتقدموا ويعملوا وكاله قضائيه غائب. هي الوكاله قلت لك انه هي بتكون النائب الشرعي، طبعا بتتقدم للقاضي الشرعي الاول، بعد ما بيتاكد انه بتتوفر فيها الصفات بيعطيها هي الوكاله، وهي الوكاله تعتبر يعني مثل ما بيقول لك مثل بمثابه وصايه على القاصر، مثل وصايه على القاصر. هون بدي نوه، يعني انا وقت بطلب وكاله قضائيه لشيء معين لازم انه فقط بتكون محصوره بهالشيء المعين، ما بيحق لي انا اتصرف خارج عن هذا الشيء. يعني انا اخذت هي الوكاله مثلا مشان اصرف بضاعه حتتلف، فبينحصر هذا الموضوع فقط. اذا انا اخذت هي الوكاله مشان الانفاق بتنحصر لهذا الموضوع. اذا الام مثلا او الاب اخذ انه للزواج، انه انا بدي نوب عن ابني الموجود برات البلد بما انه انا ما معي وكاله، بدي نوب عنه مشان قر بالزواج، زوجته موجودة هون وبدي قر بالزواج، فقط بيكون محصور بالنطاق اللي عطايا القاضي. وقت هو بيطلب شيء تاني، يعني وقت الام تطلب شيء تاني، يعني بعد ما تم الزواج بدها تثبيت نسب مثلا، هي بحق لها الام، والام تلقائيا والاب بحق له تثبيت النسب. اذا مثلا اخ او الاخت او العم بدهم يحصلوا على شيء ثاني، لازم ياخذوا موافقه القاضي، يعني الموافقه بتنحصر على الطلب اللي انت بتطلبيه. نعم. يعني قبل ما نختم مع حضرتك استاذه رنا، بس بدنا ننوه تنويه اخير، ذكرنا انه الرجل اذا عاد وكانت زوجته متزوجه، وذكرنا الحاله الاجتماعيه والحاله الاقتصاديه والنفسيه والصحيه، طب اذا المراه غائبه والزوج متزوج، اوكي اكيد بحق له 4، ولكن كمان في حقوق، في متاخر مثلا، في ورثه من اهلها منه، او املاك ان كانت وظيفيه او ان كانت يمكن املاكها الشخصيه، هل تعود لها ولا المراه مختلفه عن الرجل؟ لا، المراه ابدا ما بتختلف عن الزوجه من الناحيه من الناحيه الماديه فقط. أوكي. طبعا نحن ما عم نقول انه من ناحيه الزواج، لانه قلنا انه الزوجه بحق له 4. الزوجه اذا طبعا لانه الزوجه اذا رجعت في الى وضع استثنائي، يعني الزوجه انه اذا خلص اعتبروه متوفي بتكون لزوجة الثانية، واذا ما كان دخول بتكون لزوجة الاولاني، يعني الزوجة. وقلت لك بس انه حطوا احكام للزوجة وقت بيكون زوجة مفقود، يعني الزوجة بما انه ما بيحق اذا كانت هي مفقودة، عم هي اذا كانت مفقودة هن بس حطوها للزوجة. أوكي. يعني اما الزوج ما بصير عليه شيء، الزوج
إذا اعتبروها متوفية بعد 4 سنوات بحق له طبيعي مثل، لأنه خلص هي متوفية بحكم القانون، بحق له إذا في حصة حصة إرثية أو ما شابه ذلك بترجع للزوج قانونيا، ما بيترتب عليها شيء. هي بس فقط مثل ما قلت لك الزوجة، الزوجة بس إنه لأنه وقت بيكون زوجها مفقود بتتضرر من هذا الزوج، لأنه بتتضرر من هذا الزواج لأنه هو غاب أكثر من سنة. الزوجة ما بتقدر إنها تتزوج إلا لا تتطلق أو لأنه يتوفى زوجها، فهم بس هي محصورة بهذا الحكم. أما الزوج عنده نطاق واسع. نعم. نعم. أكيد. بالختام بدنا نشكرك المحامية الأستاذة رنا قصاص على وجودك معنا، وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى أكيد كل غائب وكل مفقود يرجع لأهله لبيته، وهيك الله يهون على كل الناس. ظروف صعبة مرقنا فيها ولكن قدرنا نتخطاها، وإن شاء الله الظروف يلي عم نمرق فيها نقدر نتخطاها. كل المحبة لكل مشاهدينا، ونهارك سعيد يا نور وسلامتك. نهارك سعيد ليا، ومثل ما قلتي نتمنى كل غائب ومفقود يرجع لأهله يا رب، وتتم الصحة والسلامة لكل الناس. نتمنى إنه هي الظروف القاسية تمر علينا، ويا رب هيك دائما الأمل. للأسف كثير منيح مزروع بقلوبنا، لولا الأمل يمكن ما بنعرف إنه بكرة رح يكون أحلى. رحلتنا الصباحية خلصت، إلى اللقاء.